لي مظلومي واللي ظالم. سحر صديقي تكشف تفاصيل طلاقها. اللي ما سمحتش لراسها أنها تعيش حياة فيها مشاكل، فيها ظلم. عندنا فلوس مرة ما عندناش، هادشي كله في دماغنا. شحال صعيبة تكون حابس الدمعة، كون ما المهمة الحبيبة، وحتى واحد ما فهم لي مظلومي واللي ضال. تكيلا انتم شفتوني في حالة ضعف، سولتيني يا شهرزاد واش كيوقعوا لك حالة ضعف. ها هو لا بروف، احنا بشر وحنا عامرين بالاحاسيس. نفسيتي ما نكذبش عليكم وما نخبيش عليكم انني كنمر بواحد الاوقات جد صعبه، وكنحاول ما امكن انني نتغلب عليها. فانا كنعتبر راسي محاربه في هذا الوقت، ما كنسمحش لراسي نضعف. وبالرغم من هيك، من الطبيعي نشوف سحر بهالحالة بسبب انفصالها عن زوجها المخرج منصف مالزي بعد علاقة حب جمعتهم لسنوات، ورزقت منه بطفلتهم الوحيدة رزان البالغة من العمر 3 سنوات، واللي بتعتبرها هي سبب قوتها بهالفترة. اسمح ليش نضعف، لأن أولا عندي طفلة اللي محتاجة لي، محتاجة القوة ديالي، محتاجة أنني نعطيها كل طاقة إيجابية، وكذلك لنفسي لأنني مازال تبعني يعني اشتغالات ديالي وتبعني بزاف ديال الأشياء، وخاصني نعطي فيهم كل جهد ديالي، وكيتابعني الجمهور ديالي اللي كيتسنى مني كل الأشياء الإيجابية. الدنيا راها فايتة النوم مازال جاي القدام. وكانت سحر أعلنت من أسبوعين تقريبا خبر انفصالها بستوري خاص على حسابها على إنستغرام، وتفاعل معها الجمهور ودعمها بشكل كبير، وما زال الخبر ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا بكل صراحة ما فكرتش، انا قررت انني نشارك الحاله النفسيه ديالي مع الجمهور ديالي اللي كانوا كيحسوا بيا مؤخرا انني ماشي سحر ديال شحال هذه، اللي كانوا ديما كيشوفوا فيا سعيده، وكان كنشاري كل ما هو ايجابي. في الوقت الحالي حنايا حاليا في الاجراءات ديال الطلاق، فاكيد هذه المرحله هذه من الحياه كنفضل انني نبعد كل ما امكن باش انني نركز على راسي، نركز على شنو بغيت. مرحله جد كومبلكس ومرحله معقده. أنا راضية بأي حاجة مقسمها لي سيدي ربي. وهيك قرار أكيد كان صعب عليها، وخاصة من ناحية نظرة المجتمع العربي للمرأة المطلقة. أنا شخصيا ما عمر كان عندي مشكل مع هاد السمية هادي ديال المطلقة، ما عمرني كنت كنشوف مرأة مطلقة بشي نظرة، يعني بشي نظرة سلبية. بالعكس، امرأة مطلقة أنا بالنسبة لي امرأة قوية، اللي ما سمحتش لراسها أنها تعيش حياة فيها مشاكل، فيها ظلم لها، فيها تنازلات كثيرة أكثر من اللازم، ما سمحتش لراسها أنها تعيش حياة سيئة، واتخذت قرار أنها تقول لا وتكون مطلقة وتعيش حياة سعيدة. هدرة الناس غير كلام. وبالفعل هيدا اللي عم تشتغل عليه، فعم بتحضر لعدد من الأعمال المتنوعة. عندي واحد الكونسبت جديد اللي سميته أجي نتعاونوا، كونسبت خيري 100%، بديته ومازال غنعطي فيه ومازال غنكمل فيه، لأنني أنا أحب الخير وكيعجبني نتعاون مع الناس. عندي كذلك مجموعة من الأعمال، عندي أغنية جديدة مختلفة تماما واللي كتعبر على الحالة النفسية الحالية اللي أنا فيها، كذلك أعمال تلفزية وسينمائية. كذلك عندي برنامج مفاجأة غادي نكون أنا فيه مقدمة. برنامج حواري، يعني غادي يكون على شكل دينر، وكنستضيف فيه مجموعة من الفنانين، وكنتكلموا على بزاف ديال المواضيع ديال المجتمع، مواضيع الحالية، مواضيع المرأة، وكل واحد فينا غادي يعطي وجهة نظر ديالو الصادقة والصريحة. وحتى واحد ما فهم اللي مظلومي واللي ظالم.